تعرفوا لعد منين؟ يا ابني انا عايزك كنت واقف في الكوره. يا عم عارف انت شبيه مندي، اهم حاجه تمسك لي الكوره كده. يا ابني رحله البعث عن حمو بك يا ياسر. رحله البعث عن حمو بك انا مش انا ده، خاف من اولها يا جد. لا اقول لهم انت، انا خايف. انا يا جدعان كله يضغط على التعليقات دي، هتلاقي كلمه باللون الازرق اضغط عليها واتفرج على القصه. يا جدعان الكلمه اللي باللون الازرق اللي بالتعليقات دي ده اللينك بتاع القصه. شكلنا فيها هنتفرج عليها. اضغط على التعليقات دي هتلاقي كلمه باللون الازرق، اضغط عليها واتفرج على القصه لو انت قلبك جامد. يلا كل اللي قلبه جامد يضغط على التعليقات دي. الكلمه باللون الازرق، اضغط على الكلمه. يلا اجري. طيب.